السلام عليكم. في آخر إحاطة له تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه مع بداية شهر رمضان هناك 7 ملايين يمني ويمنية مهددون بخطر المجاعة إن لم تتوقف الحرب. ونشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه هذه المأساة الإنسانية الوشيكة. انتصف رمضان واليمنيون يموتون جوعاً والعالم عازف عن كل ذلك. يتذكر الكثير من اليمنيين وبكثير من الأسى رمضان ما قبل الانقلاب الذي كان يأتي معه ويأتي معه رزقه وخيره في مجتمع عرف بالتراحم والتأخي خصوصا في الشهر الفضيل. اليوم وبعد أن قضت ميليشيا الحوثي على كل أشكال العمل المدنية وصادرت مؤسسات الجمعيات الخيرية في البلد، تتفاقم حالة الجوع وتتضاعف أرقام الفقراء في رمضان نتيجة غياب هذه الجمعيات، ناهيك عن الأسباب التي أورثها الانقلاب لليمنيين من توقف المرتبات ومصادر الدخل وتقلص فرص العمل ووقوع المواطن ضحية بين أقطاب الصراع، بالإضافة إلى نهب ما تيسر له من معونات. مشاهدينا الكرام، في مسائنا اليمني لهذه الليلة سنتحدث عن تأثير غياب الجمعيات اليمنية على العمل الإغاثي في رمضان، فأهلا بكم واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة سارة أرسلان الأكاديمية الناشطة. مساء الخير أستاذة سارة. مساء النور، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الموضوع الشائك والذي ربما تكرر الحديث عنه لكن للأسف لا نتيجة، دعينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يكبر الجوع وتصغر الآمال في اليمن، وفي رمضان تحديدا هذا الشهر الذي عرفه اليمنيون بخيره وبركته واعتادوا فيه على أعمال الخير وانتشار الجمعيات الخيرية التي تبذل جهودا مضاعفة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان. ما بين موائد الإفطار والسلال الغذائية والمبالغ المادية التي تصل لمئات الآلاف من الأسر في مدن اليمن وأريافها، غير أن كل هذا عصفت به ريح الميليشيا التي أتت على كل شيء منذ انقلابها على الدولة. فعشرات الجمعيات الخيرية أغلقت أبوابها ونهبت ممتلكاتها من قبل الحوثيين، باستثناء مبادرات فردية وجهود شبابية يقوم بها بعض اليمنيين هدفها مساعدة أشد الفئات فقرا. فاليمنيون يعيشون في رمضان فصولا من المعاناة الحقيقية، فقد الفقراء ملاذا آخر يقيهم وطأة الجوع ومرارة الحاجة نتيجة حظر المؤسسات الخيرية وإغلاقها من قبل سلطة الميليشيا. تقف الحسابات السياسية حجر عثرة أمام العمل الإنساني في اليمن مع ارتفاع وتيرة الصراع الدولي والانقسام الذي أثر على نشاط المؤسسات في اليمن، رغم النداءات الإنسانية المتكررة التي تطلقها المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تنذر بكارثة إنسانية في اليمن، ورغم خطة الاستجابة الإنسانية المعلن عنها والتي حصدت قرابة 1,100,000,000 دولار، إلا أن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا زالت تشكو عدم تمويل المساعدات الإنسانية لليمن، رغم نداءاتها المتكررة لعلاج واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث عن العمل الخيري ومنظمات العمل الخيري في رمضان وغيابها، والذي ربما شعر الناس بهذا الغياب بعد الانقلاب. سارة، يعني لو بدأنا بالحديث معك عن العمل الخيري وأثره على حياة الناس خصوصا في رمضان. العمل الخيري ما تستقيمش حياة، ولا حياة نفسية ولا حياة اجتماعية إلا بالعمل الخيري للمعطي وللآخذ. في بلد زي اليمن أصلا معروفة بالفقر يعني من زمان، الناس يعني تعبانة وجيعانة وكذا، فكان العطاء مستمر، فما بالك بشهر رمضان اللي أصلا القلوب رطبة والناس سخية، فيه الزكوات معروفة أنها تعطى في هذا الشهر. فكان في كثير بيوت تفتح يعني الأموال حق السنة كامل يعني يجمعوها من خلال شهر رمضان بالضبط، الإيجارات والكذا والكفالات يعني أشياء كثيرة. طيب. فلما تنقطع وبالفترة دي، والآن يعني لو زمان قلنا مثلا نسبة الفقر 60% في اليمن، فاليوم هو 90% 80%، يعني الناس جدا تعبانة، فأكيد إنه مؤثر جدا. طيب، يعني معروف أنه خلال 3 سنوات بعدما يعني قامت ميليشيا الانقلاب بإغلاق كثير من مؤسسات العمل الخيري في كثير من المناطق وسيطرت على مقراتها ونهبت ممتلكاتها، شعر الناس ربما في رمضان أكثر غياب هذه الجمعيات، كانت تفتح للعديد من البيوت. يعني
الآن يعني هناك غياب أكثر للعمل الخيري، ما هي الأسباب برأيك؟ ايش تقول لك، الناس اللي في الشارع مش معولين على حكومه، يعني خلينا نكون صريحين، ما حد معول على حكومه، عمر الحكومه ما دقت لنا الباب وتعطي الرز والبر والكذا معونات ابدا. كله فاعلين الخير، اما تجار او مؤسسات خيريه او يعني او الجيران اللي هم ما زالوا الى الان يعني موجودين. اما المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه فيعني اقفلت، تم اقفالها، يعني مجموعة كبيرة جدا تم يعني محاصرته وإقفاله ونهب، يعني زي ما شفنا بالتقرير أخذوا الحاجات الموجودة داخله وكذا. الناس مش معقولة زي ما قلت لك على الحكومات، فهم يعني بانتظار هذا فاعل الخير اللي يجي لهم برمضان، ليفاجئوا انه بهذا رمضان للأسف ما فيش من يعني دقوا على الأبواب. باقت حالة الناس المالية، يعني ربما حتى فاعلي الخير الذين كانوا يقدمون المعونات لم يعودوا يمتلكون ما صحيح يقدمون. يعني شوفي، زمان المجتمع اليمني كان مقسم إلى فقير ومتوسط وغني، الآن ما أعتقدش أنه في غني، يعني الناس كلهم حتى التجار اليوم في صعوبات باستيراد المواد الخام علشان المصانع، في مصانع أغلقت، الحالة صعبة حتى على التجار نفسهم. لكن اليوم زي ما برضو شفنا بالتقرير، يعني كلنا نعول على الأعمال الفردية والشبابية، نعم. اللي هو القاري يشوف قاره، يعني هو هذا المشي. يعني بهذا الخصوص سارة ينضم معنا عبر الهاتف نشوان عبد الملك، ناشط في العمل الإنساني من صنعاء. مساء الخير أستاذ نشوان. مساء الخير أستاذ نشوان، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك استاذ نشوان. استاذ نشوان، يعني التضييق على المؤسسات الخيريه التي كانت تعمل وتنشط ربما اكثر في شهر رمضان، ما هو اثره؟ طبعا هو التنشيط بالنسبه للجمعيات الخيريه، التضييق عليها يعني بشكل اساسي من 2014 بدايه اقتحام الميليشيات الحوثي العاصمه صنعاء، ازداد الاثر يعني عام بعد عام للاسوء، وزاد التضييق بشكل كبير خلال العام الحالي بشكل يعني أسوأ. أثره يعني الآن لدينا يعني آلاف، العشرات الآلاف من العائلات داخل العاصمة صنعاء وفي المحافظات الأخرى، أردنا أن نقدم لها أي عون، أي مساعدات، أي شيء خلال هذه الفترة. نعم. نعم. يعني أثره إنه مزيد من الفقر. نعم. مزيد من الأسر الجائعة، مزيد من الأسر التي يعني داخل البيوت المعززة المكرمة التي لم يصل إليها أحد، أسوأ وضع إنساني سيء للغاية. صحيح. إذن يعني كونك تنشط في المجال الإنساني أستاذ نشوان، فبالتأكيد يعني تعرف العديد من المبادرات التي تقدم المساعدات للناس في ظل كل هذه الضائقات، ما زال يعني هناك شباب ملؤهم الأمل لمد يد العون للآخرين، حدثنا عن بعض هذه المبادرات. أكيد طبعا هو بخصوص المبادرة الشبابية أو المنظمات الأهلية والجمعيات يختلف نشاطها من محافظة إلى أخرى. نعم. بحسب التضييق وتواجد الميليشيا، يعني مثلا في العاصمة صنعاء تكاد المبادرة الشبابية يعني تختفي، يعني اختفت بشكل يعني بشكل ملحوظ، إلا من قلة يعني ما زالت موجودة مبادرة شبابية. يعني خلال العام الماضي 2012 2013 2011 كانت أمانة العاصمة يعني فيها مئات المبادرات الشبابية على مستوى العالم، الآن لا نسمع إلا يعني بعض المبادرات الشبابية التي لها قوة ولها يعني حاولت أن تنسق مع بعض الجهات هنا في صنعاء. بقية المحافظات أعتقد في محافظات تعز كذا الوضع يمكن أفضل بخصوص يعني هنالك الحكومة وسيطرة الدولة هناك، أما في صنعاء فالوضع يعني سيء، لكن في مبادرات تحاول أن تعمل شيء، لكن زي ما يقولوا يعني ما العمل في وسط هذا في الواقع هذا السيء، يعني هذه المبادرات الشبابيه لا تستطيع ان تعمل شيء. نعم، اود ان اسمع منك عن الجمعيات، يعني اذا كانت المبادرات الشبابيه يعني ممكن تعمل ما توزع 100 سله غذائيه، 50 سله، 70 سله. الجمعيات الخيريه التي كانت تصل الى 1000 1500 2000 اسره، هذه اختفت، هذه الكارثه. صحيح. يعني شكرا لكل هذه المبادرات، يعني الخمسين سلة والسبعين رغم قلتها، لكن على الأقل يعني تقوم بحل يعني ولو جزء يسير من ما لم تستطع حله الحكومات. أستاذ نشوان، يعني كونك في صنعاء أود أن أسمع منك أوضاع الناس عن قرب، يعني للأسف شديد هذا ربما عاشر شهر دون مرتبات بالنسبة للناس، لا ننسى أن رمضان كان يأتي ومعه راتب إضافي، إكرامية رمضان كما كانت تعرف،
نعرف كيف هي أوضاع الناس في ظل يعني عدم وجود المرتبات، إغلاق الأماكن الخاصة للعديد من الموظفين، الحوالات أيضا يعني سمعنا أنها أصبحت عليها رقابات أيضا على مستوى التي كانت تعين الناس من الخارج. والله سيدتي وضع الناس سيء للغاية، وخصوصا الأسر التي ليس لديها ارتباطات مع الميليشيات الحوثية أو مع نظام عبد الله صالح، الأسر التي ليس ارتباط يعني مع نظام الانقلاب، هذه الأسر تعاني. الأسر التي كانت تعتمد على الجمعيات الخيرية، الأسر التي كانت ليس لديها يعني عائد مادي أو مشاريع صغيرة، هذه الأسر تعاني في رمضان وتعاني طوال السنة. رمضان هو يعني جاء ذكرنا بالفقراء، ذكرنا بهذه الأسر، لكن طوال العام هذه الأسر تعاني ولكنها تعاني بصمت. وضع الناس في صنعاء يعني أصبح يعني يمكن أن يلاحظوا الشخص البسيط من خلال الأسواق، خفة الحركة في الأسواق في الأماكن العامة. يعني كنا نلاحظ كل عام أن الناس في الأسواق يعني في المولات والمحلات التجارية يكتظون، يعني ما تستطيعش أنك تدخل السوق بسبب الزحمة. هذا السنة هذا العام الوضع أصبح يعني خفيف نوعا ما، ذلك يعني بسبب انه ما فيش مرتبات، ما فيش دخل، ما فيش اعمال، ما فيش كذا، فاصبح وضع الناس يعني صعب يعني، وبالتالي يعني مستحيل انه يعني الناس يعني يستطيعون يمشوا امورهم خلال الشهور القادمه الا اذا في حلول او منظمات دوليه او منظمات محليه تساعدهم بحيث انه تستمر الحياه. نعم، اذا لمن توجه رسالتك نشوان في ظل كل هذه المأساة التي تتحدث عنها، غياب يعني الدور المجتمعي، قلة المبادرات الإنسانية، يعني الفقر الواضح وحالة الناس المتعبة، لمن توجه رسالتك؟ هي رسالتي اولا هي للحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية ان تقوم بواجبها تجاه الناس الموظفين درجة أساسية مرتباتهم، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقوم بواجبها بإغاثة الفقراء في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وخصوصا لجنة وزارة الإدارة المحلية اللي مختصة بالإغاثة، عليها أن تعمل على إيجاد ممرات آمنة لإدخال الإغاثة إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات التي تعاني من الميليشيات. كذلك الرسالة الثانية وجهها إلى الميليشيات الإنقلابية، عليهم أن يتركوا الناس وأن يتركوا الجمعيات الخيرية أن تعمل وأن تعين الناس، وهذا قد يشكل يعني عامل إيجابي للجميع، سواء للحكومة الشرعية أو للسلطة الانقلابية، أنها تخفف من وطأة الناس، هذا هو بصالح المجتمع ككل. نعم، إذا شكرا جزيلا لك نشوان عبد الملك الناشط في العمل الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك سارة. سارة، يعني ربما من خلال رسائل سيد نشوان يعني جعلني هكذا أفكر في النقطتين التي أو الرسالتين التي طرحهما. الأولى هي وجهة الحكومة الشرعية، أنت قلتي عمرنا يعني ما عرفنا أن الحكومة دقت باب، ربما الناس يعني لم يكونوا يريدوا من الحكومة مساعدات، يريدوا حقهم وهو أقل شيء الراتب، كيف تعلقين على هذه النقطة؟ كان ممكن تعمل يعني الحوثي يعني لا نتمنى منه شيء أيضا، لكن كان ممكن يعمل يعني مش عارفة إيش يشتي بالأخير، يعني منع الناس رواتبهم، هو مش ما يجيبش للناس حقوقهم ولا يجيب للناس تبرعات، وكمان منع الناس تجيب لهم التبرعات، يعني لا رحم ولا خلى رحمة ربنا تنزل زي ما يقولوا. ليش برأيك يعني ليش بيغلق الأماكن يعني الخير، يعني ما الذي سيستفيده غير السمعة السيئة يعني؟ صحيح. أصلاً الحداية ما تحدفش كتاكيت زي ما يقولوا، ما منشوفش احنا، لا نتوقع شيء من الميليشيا. أيوة اصلا يعني طبيعي ان ناس قتلوا واخوانهم، يعني اليوم كان جاري وكنا نروح المسجد سوا، ثاني يوم قد هو اسمه سيد وانا هو قنديل وانا زنبيل، يعني كل الحاجات دي اضافات هويه مش هويتنا، فيعني متوقع جدا يعملوا كده. وهم لو يفكروا ان يعني ايش تقولوا الخير مالوش دين، مالوش طائفة، مالوش حزب، يعني لأنهم قفلوا الجمعيات والمؤسسات الخيرية على أساس إنه هذه إصلاحية أو تتبع حزب كذا أو تتبع حزب كذا، هو يتبع حزب الخير أيا كانت، أيا كان، طالما تمد يد المساعدة للناس. بالضبط. نعم. بالضبط.
نعم. إذا يعني هناك يعني أنت قلتي أن اتهام هذه الفئة أنها مثلا تتبع لحزب معين وهي أعذار واهية وجدتيها يعني في نهاية الأمر. هناك أيضا للأسف جمعية يعني كانت داخل مساجد، يعني نعرف أن هناك مساجد ربما عالت 400 أسرة 300 أسرة ما استطاعت يعني حتى هذه صدرت عليها الحق. وهناك يعني كما تحدث الأستاذ نشوان هناك تضييق حتى على مستوى المبادرات الشبابية، يعني هناك نقص كبير على مستوى 50 سلة 70 سلة كان يقوم بها مثلا شباب الحارة. الآن نجد إعلانات فيسبوك غدا سنطعم 300 أسرة، من يحب أن يشارك فعل الخير فليقوم، ومع ذلك هناك تضييق. هل وصلت الميليشيا إلى حالة إفلاس أن تصادر على الناس يعني إعطاء الخير أو استحقاق الخير من الآخر؟ أكيد أكيد إفلاس، لأنه لما مثلا بالرواتب، لما أقطع الراتب وقول اللي طالب بالراتب يعني أنت خائن أو ضد البلد أو عميل أو كذا، فيعني طبيعي جدا أنه يمنع أيضا الخير ويمنع. طب كانوا هم ممكن يعملوا موقف بطولي، أنت قفلت مؤسسة وادعيت أنها مثلا تبع حزب معين أو تبع كذا، طب أنت قم بدورهم. يعني ال- 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 السوق الآن فاضي، فاضي لك، يلا اثبت نفسك، اثبت وزع السلع الغذائية ووزع كذا واعطي الناس تبرعات واجمع الزكوات. اليوم في مشكلة حتى بإعطاء الزكاة، يخافوا الناس أن تتحول إلى مجهود حربي، لأنه ما فيش ناس ثقة. يعني إيش معنى كانوا دول ثقة وأنتم مش ثقة؟ يعني ليش كانوا بالك أيوة يعني بالضبط، ليش التجار واللي عندهم فلوس واللي كذا، حتى المعونات الدولية والخارجية الآن تنهب، ليش ما توصلش؟ لأنها تنهب، لأن كانت بالأول توصل وبعدين شافوا أنه ما فيش فايدة فبطلوا، يعني الناس من باب أولى. إذن سارة ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد محمد المياح الكاتب والناشط في العمل الإنساني. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية لو بدأنا معك بقراءة تقييمية لواقع العمل الخيري في هذا العام وتأثير الانقلاب على ذلك. في الحقيقة يمكننا القول أن العمل الإنساني والخيري بشكل عام تعرض منذ الأيام الأولى للانقلاب إلى مذبحة حقيقية ومفتوحة. الكل يعلم ما الذي حدث لقادة العمل الخيري، تم تعرضوا للملاحقة إلى منازلهم إلى مقرات أعمالهم، أغلقت مقرات المؤسسات الخيرية والجمعيات، تحولت إلى مقار خاصة بجماعات الانقلاب، هذا واضح ومعروف منذ الأيام الأولى للانقلاب. بالتأكيد هذا ألقى بظلاله على العمل الخيري والإنساني ككل في البلد. نحن نعلم أن الناس الذين كانوا على تواصل مباشر بالفقراء والمساكين والبسطاء تم تغييبهم بشكل كلي ومنعوا من ممارسة أعمالهم لأسباب سياسية في الحقيقة تافهة ولا تنطلي على أحد. هذا ما أغلق المجال الإنساني والخيري في البلد. والواقع الذي نعيشه اليوم من حالة انهيار كلي للعمل الإنساني وهشاشة واضحة للغاية هي نتيجة طبيعية للانقلاب ولهذه الجماعة الحمدية. نعم. هل من الممكن أن تكون العمل الحسابات السياسية حجر عثرة أمام العمل الإنساني برأيك؟ نعم. إذا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد المياح، يعود إليك سارة. يعني التقارير كافة، يعني المناشدات الدولية تتحدث عن أكثر من 80% من السكان على حافة الفقر، العملية يعني هناك إطلاق نداءات استغاثة عديدة لإغاثة البلد، ولكن للأسف شديد هناك شحة في المساعدات الإنسانية، هناك عدم إلى اليمن واليمنيين أي اهتمام من قبل المجتمع الدولي، لماذا برأيك؟ أعتقد لأن لمن يسلموا الفلوس، يعني أولا لمن يعطوا هذه المعونات، الانقسامات دائما مش في صالح الشعب بالأخير. يعني أي مشاكل سياسية أي انقسامات أي كذا هي يعني ما تضرش فقط الساسة أو السياسيين، تضر فعلا حقيقة بالمجتمع. نعم. بالضبط، لأن الآن مثلا حتى الدول منهم مع الشرعية ومنهم مع الحوثي، من سيساعد ولمن سيعطي وكيف يضمن أنه توصل لي هذول مش هذول؟ عشان كذا أنا قلت لي قبل شوية أنه الخير الأصل أنه مالوش هوية، مالوش حزب، مالوش طائفة، مالوش انتماء، مالوش حتى دين. يعني الأصل أنه الخير للجميع لأي إنسان.
طيب الإشكال يعني مثلا المجتمع الدولي هو يعترف بشرعية هذه وحكومتها، يعترف بأنها هي الحكومة التي تم الانقلاب عليها، ولكنه مع ذلك لا يمد يد العون الحقيقية لمساندة هذه الشرعية، لمدها مثلا على الأقل بتسليم رواتب الناس يعني الموظفين، على يعني في نهاية الأمر الموظف لو استلم راتبه كل شهر ستخف يعني الثقل والمعاناة بالضبط. هي المسألة أصلا متلابسة، لما تكون بلدة واحدة ومقسومة شرعية بجهة، يعني الآن على مستوى الوزارات يعني الشهادة الآن وزارة مثلا الشمال غير وزارة الجنوب، هذه الشرعية وهذه الحوثة. المنافذ الآن مثلا اللي تدخل من التبرعات أكثر من مرة لما يشتروا الصورة مثلا اللي تعز وكذا، الحوثيين يوقفوا المنافذ الأمم المتحدة لما تشي تدخل معونات أو كذا. ففي إشكالية أصلا بوصول يعني بتوصيله، وإذا كان نحن في الداخل أصلا مش قادرين نثبت ونقول يعني الشرعية برضو مع احترامي برضو صوته منخفض. يعني مش إنه أنا الرئيس تيالي صوت الحوثي يعني حيكون أعلى منه على باطل، ودول اللي هم على حق ويعني وناس يعني يلعبوا سياسة ما يلعبوش ميليشيا ولا سلاح ولا كذا، وأصواتهم واطية، فبالتالي طبيعي أنه اللي برا يخافوا أنه حلوا مشاكلكم وشوفوا جيبوا لنا طرق آمنة، جيبوا لنا توصيل، لأنه برضو يعني فلوس ناس والحروب ملانة، مش إحنا بس الدولة اللي هي تعبانة، في حيودوا لسوريا يعني في أماكن كثيرة يعني برضو تستحق. إذن عاد معنا محمد الميحي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. اهلا وسهلا، اعتذر عن انقطاع. لا بس يعني لا مشكله، كنت سالتك عن يعني هل يمكن ان تكون الحسابات السياسيه حجر عثرة امام العمل الانساني؟ في الواقع وللاسف هذا ما هو حاصل، تلويث العمل الانساني النقي بحسابات سياسيه هذه فضيحه وعار على كل من يعمل في المجال الانساني. ماذا بقى لنا؟ ماذا بقى للانسان حين يتم تلطيخ العمل الانساني الذي يساعد الناس الفقراء والمحمومين على استمرار الحياه؟ ما الذي يبقى لنا حينما نخلق هذا بالمنطق السياسي؟ وهذا ما هو حاصل للاسف، ليس من قبل الجماعات المختلفه فحسب، ولكن حتى من قبل المنظمات الانسانيه التي العامله في المجال الانساني. ثمه حسابات سياسيه وهناك منظمات تتبع خط سياسي معين، ومن هذا المنطلق يتم توزيع الاحتياجات الانسانيه ويبحثون على عامل الاولويات وعلى عامل الاحتياج فقط. تمرر المساعدة الإنسانية إلى مناطق معينة لأنها محسوبة على جهة معينة، أو لأن القائمين على المنظمة ينتمون إلى هذه الجهة. هذه كلها حسابات سياسية تؤثر على العمل الإنساني وتمثل طعنة أخلاقية كبيرة على المنظمات التي تعمل في هذا المجال وتخضع لمنطق سياسي من هذا اللون. نعم، يعني هناك من يتساءل عن سياسة أيضا المؤسسات الدولية أستاذ محمد، يعني التي ربما لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإغاثية، يعني هناك من يقول أن هناك تلاعب، وهناك من يتحدث أن هناك إهمال أيضا، يعني ترتفع أصوات النداءات الإنسانية ولكن بالمقابل لا يوجد ما يحمل أو ما يغطي هذا النداء. في الحقيقة يمكننا القول أن التجاوب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مع واقع اليمن ليس بالمستوى المطلوب، يعني هناك تقارير من الأمم المتحدة ومناشدات دائمة تصدر على أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي، وهو كذلك، وهو أكبر حتى من المناشدات التي تصل من المؤسسات الدولية. ومع هذا هناك تمويل شحيح، نحن لا ننساه في الواقع، يمكنك أن نزيل الواقع، الناس لا يعرفون شيئا عن هذه المساعدات التي يملؤون الدنيا ضجيجا بها، هامشية جدا ومحدودة، إلى جانب أن التمويل الدولي تمويل هش وضعيف وليس بالمستوى المطلوب. إلى جانب هذا هو أيضا لا يلبي القدر، لا يلبي حاجة المجتمع، وأيضا يتم التعرض يتلاعب به، يعني هذه المساعدات الشحيحة تتعرض أيضا للتلاعب. لماذا تتعرض للتلاعب؟ مع اتفاق قادة العمل الإنسانية المعتبرين في سجون الانقلاب، مع اختفاء هذه
اختفاء الجماعه اقصد قاده العمل الخيري المعتبرين والمنظمات التي لها تاريخ ولها مهنيه في العمل الانساني اختفت. هذا ادى الى تسيد العمل الانساني من قبل منظمات ومؤسسات طفيليه، هم يترزقون الان من جراحات اليمنيين وهذا واضح للغايه. هذه الدعم الشهير ايضا لا يصل الى اليمنيين وهناك ويذهب الى جيوب الانقلاب او مؤسسات ومنظمات انشئت مؤخرا هنا تحت ضغط الحاجه ويعملون في المجال الانساني ويتم التلاعب بالمواد الانسانيه الشحيحه التي تصل لان قاده العمل الخيري ولان المؤسسات المعتبره محجوبه او غيدت بفعل فاعل بشكل اوضح بفعل عصابات الانقلاب وممارستها الاجراميه ضدهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد المياحي الصحفي والناشط في العمل الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن أستاذة سارة أنت أستاذة المشاهدين اسمحوا لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذه ساره. استاذه ساره، تحدث الاستاذ محمد يعني عن نقطه ايضا مهمه، ربما هي ايضا ان المنظمات الدوليه التي يفترض بها ان تقدم المساعدات تشكو من عدم التمويل او تمويل هذه المساعدات الانسانيه. هل هذا الامر يعني ضاعف من معاناه اليمنيين في الداخل، وكيف يعني ممكن لهذه المنظمات الدوليه لا تجد التمويل رغم كل هذه النداءات التي وصلت اليهم؟ والله يعني لم تجد تمويل، اعتقد انها شويه واسعه يعني مش لدرجه يعني ما لقتش تمويل، بس زي ما قلت لك في مشكله بالثقه، في مشكله يمكن بالاولويات، يمكن اليمن يعني عاده مش من اولويه يعني مش اولويه عندهم عشان يعطوها او كذا. الصوره غير واضحه بالنسبه لهم يمكن؟ يعني مش واضحه او عارفه مش مقررين هم يحسموه مع مين. يعني اللي هو على حسب اللعب كيف بيكون، ف يعني حترجح كفه مين بالاخر، لانه مصالح يعني الدول كلها تشي مصالح، ما حد بيعمل حاجه بيضحي وكذا يعني بس للانسانيه يعني فقط للانسانيه، فتلاقي انه كل الاطراف تشد وترخي تعطي وتوقف تمنع وتعطي يعني وهكذا. بالنسبة للمعاناة زي ما قلت لك انه اذا كان في وجود راتب وفي كذا الشعب اليمني يعني جيعان، الان الاسعار مرتفعة، الحاجات كلها غالية، يعني عشر اشهر ما فيش رواتب، فما حد قادر يعطي، يعني حتى صاحب الايجار مثلا صاحب البيت بيسامح شهر بينقص شهرين ثالث شهر رابع شهر، طب هو كمان ايش ياكل؟ صاحب البقالة بكم بيعطي بالدين؟ لغاية امتى يعني؟ لازم لكل حاجه لازم في ديدلاين، يعني لازم خلص حنوقف لغايه كذا شهرين استحملني وبرجع، الان 10 شهور وحنقول الشهر الجاي ان شاء الله الشهر الجاي، ولما ينزلوها كذا بمن يعني وفتات وبمن بنجمع حق شهرين وبنعطي وكذا، و يعني شيء يعني مش معقول خالص. طيب يعني قرأت يعني في أحد المواقع الإخبارية يعني فكرة أيضا أن التكافل في بين اليمنيين بينهم البين يعني قل بشكل واسع، حتى على مستوى يعني كان كثير من الناس ينتظرون رمضان يعني تقديم العزومات، يعني عزائم للشباب اللي غير متزوج، يعني هذه الظاهرة يعني قل شبه مختفية الآن، الكل يكتفي بما لديه داخل بيته، قلت على مستوى يعني التكافل البسيط الذي كان في الأسرة في الحارة في يعني البيت الواحد، يعني هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ والله يعني بعد السنين هذه كلها من وجود الميليشيا لازم نتأكد ونعرف إنه زي ما تغير الشارع اليمني كمان تغيرت القلوب اليمنية. طبعا يعني أرق قلوب وألين أفداء يعني إن شاء الله لا زالت موجودة، لكن يعني الأوضاع. المشاكل دي كلها أولا أوضاع مادية، ثانيا مشاكل نفسية، يعني الكل مخبي سكينة نقدر نقول للثاني، يعني الجار ما عادوش يأمن جاره زي ما كان، لأنه هو الآن يبلغ عنه مثلا إنه هذا كذا، ليش؟ عشان ياخذ. مش كل الناس على فكرة اللي مع الحوثي مثلا من عقيدة أو من اقتناع أو من كذا، مصالح في مجموعه كبيره منهم مصالح، انه بنعطيك حق الكذا، بنعطي طب اولادي ولا جاري؟ لا اولادي،
اولادي ولا صاحبي، لا اولادي، يعني اولويات الـ 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 الرجل او المراه حتى اليمنيه اليوم اتغيرت فغصبا عنهم يعني. بس ما توقعش ابدا انه في يعني ممكن نقول انه بتتغير نمط الشخصيه اليمنيه، ما اعتقدش انها بتروح كثير. طيب ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ علي هزازي الباحث في القانون الانساني الدولي من الرياض. مساء الخير استاذ علي. مساء النور والعافية ليك ولكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك أستاذ علي. يعني لو بدأنا بالحديث عن الانتهاكات التي طالت العاملين في العمل الإنساني وما أثرها على الأعمال الإنسانية بشكل عام في اليمن. بلا شك، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي على المستوى الأرض وعلى مستوى الإنسان، هناك أيضا انتهاكات طالت منظمات المجتمع المدني، سواء تلك المنظمات العاملة في الجانب الحقوقي أو المنظمات العاملة في الجانب الإنساني الخيري أو في غيره من المجالات. تضييق الخناق على هذه المنظمات أو الجمعيات، محاولة إغلاق حساب العديد من المنظمات أو الجمعيات، محاولة التضييق أيضا عليها، محاولة أيضا وهي نقطة كثير ما يغفل عنها البعض أيضا، تضييق عليها من قبل المنظمات المانحة، وبالتالي هناك منظمات محددة تحصل على الإذن، تحصل على التصاريح، تحصل على الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبالتالي بمباركة هذه الجماعة، أي منظمة لا تحظى بمباركة جماعة الحوثي في نطاق المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية الحوثي وصالح، لا يمكن لها العمل ولا يمكن لها أن تساهم في الجانب الإنساني، بل تعتبر مطلوبة لدى هذه الجماعة سواء بأشخاصها أو بعملها كمؤسسة. نعم، يعني بالنسبة للجمعيات التي تم إغلاقها، هذا الحق القانوني هل يسقط بالتقادم أم أنه يظل حاضر؟ بلا شك، أولا هذا يستدعينا إلى أن نفهم طبيعة العمل الإنساني أو طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني أصبحت أو أصبح العمل في هذا المجال جزء رئيسي من الحقوق المدنية والسياسية لكل شخص أن يمارسه، وأي اعتداء على هذا الحق اعتداء على الحقوق الإنسانية ومنها أيضا الحقوق الصلبة التي لا يجوز التنازل عنها أو الحقوق التي لا يجوز المساس بها. لو جئنا إلى ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تسمى أيضا الحقوق السلبية، التي يفترض من أي جماعة على الأرض أو جماعة أو حتى ميليشيا أو غيرها من الجماعات ألا تمس وألا تقترب من دائرة هذه الحقوق، وألا تمنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة هذا الحق. أي شخص يمنع أحد من ممارسة هذا الحق يعتبر منتهك، وهذا ما ينطبق أيضا إلى الانتساب إلى الجمعيات المدنية أو أيضا تأسيس الجمعيات المدنية أو التضييق على عمل الجمعيات المدنية، هذا من ناحية التقعيد. إما من ناحية الجانب القانوني، نجد أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على هذا الحق، وأيضا العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي أيضا الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في عام 1966 والذي دخل حيز النفاذ في عام 1977، غيرها من التشريعات في القانون الدولي، غيرها من القمم التي أيضا وضعت المسار في مجال العمل الإنساني الدولي، وأيضا القانون الدولي الإنساني الذي هو يختلف أيضا عن قانون حقوق الإنسان. هذه التشريعات كلها تضمن هذا الحق وممارسته، وأي اعتداء عليه من قبل أي جماعة أو من قبل أي طرف أو من قبل أي دولة حتى يعتبر أيضا انتهاك لحقوق الإنسان وأيضا مصادرة لهذا الحق. نعم، إذن برأيك يعني ما مدى تأثير الصراع الدولي والانقسام الحاصل على نشاط المؤسسات الإنسانية في اليمن؟ بلا شك أنه اليمن تتأثر سلبا وإيجابا بمحيطها وبما حولها، من ذلك أيضا مسألة العمل الإنساني، ومن ذلك أيضا الصراع الدائر في اليمن أو الحرب التي تشنها جماعة الحوثي وصالح على منظمات المجتمع المدني وعلى أيضا المدنيين، ومصادرة الحقوق والحريات، هذه أثرت بشكل كبير جدا على العمل الإنساني من نواحي متعددة. أنه أصبحت المنظمات التي تعمل في الميدان منظمات معينة تتبع أطراف معينة مرضي عنها، المنظمات التي كانت تعمل في السابق أو الجمعيات التي كانت تعمل في السابق لم يعد لها
وجود أو لم يعد لها أثر أو لا تستطيع أن تستقبل أي مساعدات أو أي عمل إنساني أو أن تنسق أي جهود إلا في هامش محدود وضيق جدا جدا، وبالتالي يلقي ذلك بالتأثير على عملية أو نوعية العمل الإنساني على أيضا المساعدات الإنسانية. ولعلكم أيضا أنتم ناقشتم مع ضيوفكم الكرام هذه الجزئية وتأثير العمل الإنساني وضآلته وكيف تغيرت الحالة في اليمن بينما كانت في رمضان مثلا توزع الإفطار، توزع أيضا على الأسر الفقيرة، التكافل الاجتماعي أصبح في ظل وجود الميليشيا والجماعة الانقلابية أصبحت الأوضاع ضيقة جدا جدا، بل أن هنالك الكثير من الأسر تعيش كانت مكفولة في رمضان أو في غير رمضان أصبحت لا كافي لها في ظل هذا الوضع اللا إنساني الذي يعيشه اليمنيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي هزازي الباحث في القانون الإنساني الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة سارة. أستاذة سارة، يعني ربما تحدثنا بداية الحلقة مع ضيفنا أستاذ نشون عن المبادرة الإنسانية، الأمر ربما بالشباب رغم كل الضائقات التي تمر بها البلاد، لكن نجد مبادرات إنسانية هادفة، ويعني وإن كانت يعني لا تغطي مساحات كبيرة أو أسر كثيرة، ولكن أفكارها جدا جميلة وبناءة. وجدنا العديد من يعني مثلا منزل فتح أبوابه للشباب يطبخون تقريبا يعني حسب ما قرأت 20 قدر رز، 20 قدر طبيخ، 20 قدر دجاج، وتوزع يوميا 2000 ل2000 أسرة. مثل هذه المبادرات كيف يمكن أن نشد على أيديهم لأن يستمروا لأن الأمل بهم؟ أولا أعتقد أنه لازم تصور وتنشر للإعلام وتوضح، ونشكرهم طبعا من هنا برضو أشكرهم وربت على أيدهم، ولو ممكن يعملوها بطريقة يعني منظمة أكثر بحيث أنه ممكن يفتحوا قنوات للتواصل واحد يدعم وتكون على مدار السنة مش لازم تكون فقط برمضان. وإن شاء الله الخير مستمر يعني بإذن الله، والبركة في يعني في الشباب. هل ممكن تستمر مثل هذه الأعمال في بقية السنة يعني طوال؟ إن شاء الله بتستمر يعني طبعا حتكون يعني صعبة شبه معجزة يعني، لكن بما أن بدأوها ناس، والله أعرف ناس كثير مستمرين وفي ناس منتظرين الوضع يهدى عشان يروحوا عشان يفتحوا يعني مشاريع خيرية هناك، فالناس متحمسة يعني الأفكار موجودة في القلب وفي العقل يعني موجودة، لكن ما نعرفش بكرة إيش مخبينا. الوضع في اليمن متقلب، قد يزداد سوء وقد يعني يتحسن، ما حد عارف. لكن في يعني في ظل الحدود الموجوده الان ممكن كثير انه واحد يشجع واحد كذا في ليله ضحاها، ممكن يعني على كم زي ما قلت يعني تغير المساله يعني من كان يصدق انه مثلا يحصل انقلاب هكذا في صحيح. نعم صحيح. طيب يعني بالنسبه لهذه الجمعيات التي توقف نشاطها، ربما يعني كان هناك من يتحدث انه يعني الان يعني لو تنبهنا لجانب قصور معين وهو عوضا عن مثلا اعطاء سلال غذائيه، لما لا يتم تفعيل مشاريع ولو صغيره تدر عليهم الدخل، خاصه يعني الان والبطالة منتشرة بشكل غير عادي مع توقف الرواتب، مع إقفال كثير من الأعمال الخاصة أبوابها وتحول عمالها إلى يعني مجرد عاطلين. لما لا يتم التفكير بمشاريع صغيرة لمثل هذه الأسر؟ الفكرة موجودة قلت لك عند ناس كثير، لكن الآن المشكلة أولا يعني رأس المال، لأنه مش شخص يعني أنت تشتي حاجة مشروع، يعني كم عدد البطالة، كم عدد الفقر، نشتي مشاريع يعني نقدر نقول عليها ضخمة أو كبيرة يعني مش صغيرة. هذا أولا. ثانيا التضييق، الآن التصاريح اللي بتخرج الكذا في ظل وجود ميليشيا الحوثي، يعني أنت يعني مش جالسة تعملي حاجة، يعني إذا كان موجود قفلوه، فالمفتوح يعني اللي لسه حيفتتح يكون يعني برضو صعب. بالنسبة للمحافظات التي يعني تم تحريرها، لا يفترض أن يكون الوضع أفضل حالا مما هو عليه؟ أكيد أكيد، المفروض. ما أقول لك الناس مش معولين أصلا على الحكومات، لأنها عارفة يعني للأسف عدن مثلا إيش فيها، شفنا مثلا في حاجة يعني ازدهرت أو الناس وفتحوا مشاريع جديدة أو الناس ما فيش بطالة ما فيش كذا، حروب وانقسامات هنا وحروب وانقسامات هنا، فقر هنا وفقر هناك، يعني ما كانش فيه. بس الفارق الوحيد انه هنا
يعني حكومة الأصل أتكلم وأنا يعني بقوة وأعمل منجزات على أرض الواقع، بينما هناك ميليشيا نحن عارفين كلنا أنه أجت بانقلاب وأجت بي يعني بحرب ويعني مفروضة فرضا، لكن للأسف الوضع يعني ما فيش تغيير، يعني ما فيش تغيير. طيب يعني في يعني من ظل المعطيات التي بين يدينا كاملة، لا رواتب، لا منظمات خيرية تعمل، المنظمات الإنسانية إما أنها تدعي ألا تسمع وإما أنها لا تستطيع الوصول فعلا، حكومة عجزت عن دفع الرواتب، ميليشيا تنهب كل ما تستطيع نهبه حتى على مستوى حقوق الآخرين، كيف تنظرين للمستقبل؟ والله ما أحبش أبداً يعني أكون متشائمة، لكن أنظر للخير اللي في قلوب الناس، وإن شاء الله يعني بقلوبهم خير كثير، ويعني أثق بي يعني بالإيمان يمن والحكمة يمانية. لابد إنه هذه الحكمة أكيد بتخرجنا لضوء، متى بتخرجنا هو هذا اللي يعني يختلف فيه من محلل لآخر من كذا، لكن قول الله فوق كل شيء، وإن شاء الله نشد يعني يد بعضنا البعض في الداخل والخارج، نحاول ندعم يعني بمبالغ، نحاول كذا. يعني هذه النقطة يعني كنت بسألك سارة، يعني في كثير من المشاريع، يعني ربما نحن هنا في تركيا وفي جروبات نسائية بسيطة استطعنا أن يعني يقوم بحل العديد من المشاكل في الداخل، تم شراء ربما 20 مكينة لأكثر من ربة أسرة في الداخل. يعني ما هي رسالتك يعني ليس فقط في تركيا، في الخليج، في ماليزيا، في القاهرة، الذين يستطيعون أن يعني يقومون بعيدين عن سلطة الميليشيا لديهم مساحة أكبر في العمل الخيري، ما هي رسالتك لهم حتى لا ينسون من في الداخل؟ صحيح، أنا ما عنديش والله شك أبداً أنه كل مواطن ومواطنة خارج الوطن قلبه وعقله ويعني في بلاده ومع أهله، وكلنا نشي نعرف إيش الأخبار وكلنا نشي نعرف كذا. الآن يعني برع يمكن نحن شوية الأمور يعني مفتوحة عندنا، ممكن واحد يعني بالتنسيق مع الشباب الموجودين هناك ممكن نعمل زي مشاريع دورية، يعني من كفالة، من كفالة أسر، يعني زمان كنا نقول كفالة أيتام، اليوم يعني كفالة أسر بالضبط، كفالة أسر أو إيجاد فرص عمل، يعني ممكن حتى على المستوى البسيط زي هذه المبادرة، كانت مبادرة جدا طيبة، شراء ماكينات أو أشياء هذه البسيطة. وأنا عارفة طبعاً إنه التحويلات الآن صعبة، لكن إن شاء الله مش معدومة، يعني ممكن واحد يعمل بأكثر من طريقة، اليوم في أفراد ممكن تنقل يعني تنقل تحول الفلوس، مش شرط عبر يعني عبر قنوات يعني بالضبط أو مؤسسات رسمية. فيعني إن شاء الله ما اللي برا ما ينسوش بإذن الله اللي داخل بكل شيء. إذن شكرا جزيلا لك سارة أرسلان أكاديمية والناشطة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ربما أختم يعني بكلمة فليتفقد كل شخص جارة، فليتفقد قريبة، المسألة أصبحت مؤلمة إلى أبعد حد، لا تنسوا أقربائكم، لا تنسوا جيرانكم، الصحن الواحد ربما يساعد أسرة في يعني سد رمقها. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.